Okay, let's start recording. ونبدأ إن شاء الله نكمل بارت 2. في حد عنده أي سؤال تاني؟ حد كان بيسعى كراش كورس في يس ام اي؟ يعني اكشولي هو طبعا الحاجات اللي احنا بنقولها دي تنفع طبعا اي حد بيذاكر ميديسن او يس ام اي يعني، بس اعتقد ممكن تواصلوا مع مسؤول ايميل لاين دوت اون لاين. في اوريدي كورس عندنا يو اس ام اي، مش انا موجود فيه، في حد تاني برضه من الناس الكويسه جدا موجود فيه كورس فور يو اس ام اي لو انت بتسالني يعني عن حاجه يو اس ام اي. في حد اي استفسار تاني؟ هنرجع للسكرين شيرنج. كان عندي مشكلة الأول، القلم ما كنتش عارف أعلم بيه، الحمد لله يعني الأمور ظبطت. تعالوا نتكلم بقى عن الإسكيميك هارت ديزيز. أوكي، هنبدأ الكلام عن الإسكيميك هارت ديزيز و شيل هنا في الويتنج روم. مش بحب ايه الحاجات دي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع في كلامنا عن الاسكيميك هارت ديزيز. بعد ما اتكلمنا عن السيمتوماتولوجي والانفستيجيشنز، اتكلمنا عن الاسكيميك هارت ديزيز. هي المهم قوي، يمكن الاسكيميك هارت ديزيز اهميته هو ده leading cause of death worldwide. يعني حاجه شفنا كده اناليسيس تقول الناس اللي بتموت في العالم ده رقم واحد cause of death cardiovascular disease، ورقم واحد في cardiovascular disease هو coronary artery disease. okay. عشان كده ده أهمية التوبيك ده، هو ليه very important topic للدرجة دي. الحاجة التانية، طيب احنا هنا leading cause of death، طب هي أصلا يعني احنا هنشوف كده إحصائيات أسباب الوفاة في العالم medically، لأن رقم واحد cause of death هو cardiac disease، رقم اثنين ال oncology cancers، هي دي رقم اثنين cause of death worldwide، رقم ثلاثة الـ accidents الـ motor car accidents، يعني الحوادث عامة في العالم تيجي لرقم ثلاثة cause of death بعد الـ cardiac disease وبعد الـ cancers عامة. ومن هنا جت أهمية إن إحنا ليه بندرس الـ ischemic heart disease لما تكون هو ده الـ leading cause of death worldwide، وقد إيه هو موضوع مهم جدا في الامتحانات كلها، مفيش امتحان هيخلو من سؤال عن الـ ischemic heart disease. أوكي؟ طب إيه الموضوع بتاع الأسئلة؟ ان شاء الله هنتكلم عنها واحنا بنشرح دلوقتي، بس عايز اقول لكم في كونسبت جديد بدا يطلع، هو اسمها كورونيال ارت ديزيز. كانوا زمان بيسموها على حسب الانجينا، ستيبل انجينا او انستيبل انجينا وهكذا، لكن دلوقتي بقى في كونسبت بقى اسمه كرونيك كورونيال ارت ديزيز وغير الاكيوت كورونيال سيندروم. اوكي، تعالوا نتكلم بس كده في البدايه كانترودكشن بسيطه عن الكورونيال ارت ديزيز. هي الباثوجينيز بتاعتها، الباثوجينيز بتاعتها زي ما احنا ما قلنا وشرحنا موضوع الاثيروسكلروس، وقلت لكم ان الاثيروسكلروس ده كان مهم جدا as a pathological factor لثلاث حاجات: coronary artery disease. coronary artery disease with cerebrovascular disease and peripheral artery disease. الثلاثة دول كان الباثوجينيز بتاعهم واحد اللي هو الاثيروسكلروس. طيب الاثيروسكلروس ازاي بيأفكت على coronary artery disease؟ coronary artery disease كديزيز بيحصل لما في عندنا imbalance between حاجتين، between the oxygen supply to the heart و the oxygen demand بتاعت ال heart. طب الاكسجين سبلاي ده ليه عند الكورونير ارتريز؟ الاكسجين ديماند اللي هو الاكسرسايز او المجهود اللي بتبذله عضله القلب. تخيل كده انت عندك بامب بتدق متوسط 70 دقه في الدقيقه، مش هقول لك يوم ولا ساعه ولا يوم ولا شهر ولا سنه، دي بتدق بهذا الانتظام 70 سنه و80 سنه و100 سنه. فقد ايه ابداع الخالق في حاجه زي كده، ودوت any irregularity، لان حصل any irregularity معناها sudden death على طول. فعشان كده ازاي البروسيس دي بتحصل؟ بتحصل انه دايما في عندنا coronary arteries طالعه وبتسبلاي cardiac muscle. طب ازاي اصلا coronary artery بتسبلاي cardiac muscle؟ من بره ولا من جوه؟ تخيلنا كده ده الهارت،
وده الوول اوف ذا هارت. هنا ده كده ليفت فنتركل، هنا ده رايت فنتركل، وبعد كده هنا الفيسلز الاورتا. هتلاقي انه في عندنا حاجه اسمها كده اورتا فنكل، بيطلع منها الكورونري فيسلز سبلاي هارت. في عندنا زي ما هنشوف في عندنا ليفت كورونري، في عندنا رايت كورونري. الليفت مين بيطلع بعد كده منه اللاد والسيركمفليكس، والرايت كورونري بيكمل بعد كده كرايت كورونري. بس المهم يعني الكورونري فيسلز ازاي بتسبلاي هارت؟ هي بتسبلاي مايكارديوم فروم اوتسايد، من بره لجوه، بتدخل من بره لجوه. طيب من بره لجوه، جوه عضله، وعضله دي قويه during contraction. يعني لو حصل ان ممكن العضله دي قفلت جامد على البلاد فيسل ممكن يحصل اسكيميا، لكن طبيعي ما بيحصلش. ليه؟ لان الوول بيبقى انتكت ومرن مع الكونتراكشنز بتاعت العضله نفسها، وبيبدا بعد كده يسبلاي الكاردياك ماسل نفسها. لما بيحصل اثيروسكلروسيس، تخيل معايا ان ده الكورونير ارتري، هنجيب الناس كده باللون الاحمر. قلنا الاثيروسكلروسيس كانت بروسيس مالتي ستيب بروسيس. باي ذا واي، الاثيروسكلروسيس كبروسيس بتحصل فروم ايرلي لايف، يعني كان الكلام ده بتحصل في الناس الكبار في السن، لا مش بتحصل في الناس الكبار في السن، بتحصل حتى من اوائل العشرينات وواحد عنده 15 سنه 16 سنه. البروسيس نفسها اللي بعد ان دي دامج والهيلينج وتيجي الماكروفيتش بتعمل دي كونتينوس بروسيس باي ذا واي، بتزيد طبعا في الناس اللي عندهم هاير ريسك فاكتورز. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بروجريسيف بروليفريشن للسموث ماسل، وجواها الفوم سيلز اللي هي ماكروفيج بلع ال دي ال، لغايه لما بيحصل نروينج. طب نروينج 10% 20% بيفضل دايما الدم رايح سبلاي هارت، مفيش مشكله. النروينج 30% مفيش مشكله، 40% مفيش مشكله، 50% مفيش مشكله. لكن لما بيحصل النروينج يبقى اكسس يوصل ل 70% من الدايمتر بتاعت اليوم بتاعت الكورني ارتري، يبدا العيان يسيمتوماتايز. طيب يبدا سيمتوماتايزنج امتى؟ سيمتوماتايزنج ديورينج ستريس للهارت. يعني ايه؟ لما الواحد يجي يبذل مجهود وبالتالي الهارت يدق بسرعه. هو اصلا الكورونري بتملى ديورينج سيستولي ولا ديورينج دايستولي؟ محتاج منكم اجابه كده عشان نكتب في الشات. محدش كتب. طيب باي ذا واي، اقول لك الهارت دايما الكورونري فيسلز بتملى من الهارت during diastole، يعني اثناء الريلاكسيشن بتاعه الفنتريكل تبدا الكورونري فيسلز بتاخد الدم بتاعها عشان توصلها للكارديك ماسل. طب لما واحد بقى يدخل في التاكيكارديا، يبذل مجهود، يطلع سلالم، يلعب رياضه، ايه اللي بيحصل؟ انت بتعمل شورتنينج للكارديك سايكل، وبالتالي بتعمل شورتنينج للتايم بتاع الدايستولي، وبالتالي كمية الدم اللي داخلة القلب عن طريق الكورونري فيسلز تقل. وده ليه العيانين دول بيدخلوا يحصل لهم انجينا with exercise. الميكانيزم بتاعت الانجينا بتحصل ازاي؟ بتحصل لما بيبقى عندي الاكسجين سبلاي اقل من الديماند. لان عنده نارمج لغايه 70% ده ولسه عنده اكسجين سبلاي، اوكي؟ اه قليل مكفيه على قد، هو قاعد ونايم مريحه خلاص القلب ماشي كويس. لكن لما يبدا يبذل مجهود يدخل في التاكيكارديا، حد ينرفزه، القلب يدخل بيسرع، لا ساعتها يحصل مشكله. الدم اللي داخل نفسه بيبقى قليل، وبالتالي البلاد سبلاي للهارت بيبقى قليل، عشان كده بيدخل فيه اسكيميك بين. يبقى ده الباثوجينيسيس بتاعت الكرونيك انجينا. تعالوا نشوف ايه الكلاسيفيكيشن او الوايد رينج اوف كورونري ارتري ديزيز. لما نقول كورونري ارتري ديزيز هو ليس مرض واحد، ولكنه مراحل مختلفه من المرض، فعشان كده عندي ديفرنت برزنتيشنز على حسب مرحله المرض نفسه. ممكن يبقى عندي البرزنتيشن ستيبل انجينا. يعني ايه ستيبل انجينا؟ يعني واحد في الوضع الطبيعي كويس، اموره كويسه ومستقره، لكن هذا الشخص لما بيجي يدخل في ستريس زي ما احنا قلنا، الدم اللي رايح للقلب يبدا يقل، وبالتالي الديماند بتبقى اقل من النيدز بتاعت القلب، عشان كده بيدخل في تشست بين. ده الستيبل انجينا. لكن في حاجه ثانيه، حاجه اسمها ان ستيبل انجينا.
طب ايه اللي حصل في الانستيبل انجينا دي بقى؟ الانستيبل انجينا ببساطه خالص البروسس اللي حصلت فيها ايه؟ تعال نتخيل ده شكل برضه كورنري فيسل، ادي النارونج اللي حصل هنا، النارونج اكبر شويه خلاص، فحصل مور اند مور نارونج. مش كده وبس، المشكله كمان ان ممكن تحصل حاجه اسمها اثيروميتس بليك رابتشر. ايه الاثيروميتس بليك ده؟ الحته دي من المسل فايبرز اللي احنا قلنا عليها مع الفوم سيلز اللي كانت ماكروفيجو جواها ال دي ال بيسموها اثيروميتس بليك. الاثيروميتس بليك هي الفوم سيلز وحواليها المسل فايبرز او سموث فايبرز تحتها بتقعد ترفعها ترفعها كده اوكي، اسمها اثيروميتس بليك. خلي بالكم لسه الاندوثيليوم مغطيها، في اندوثيليوم مغطيها. لو حصل بقى انجري الاندوثيليوم ده، حصل فيه جرح، تروح جايه طالعه الماكروفيتج والفوم سيلز الموجوده دي تبقى اكسبوز على السيرفس، تقوم جايه بليتلت حصل لها اكتيفيشن عشان حصل بليتلت اجريجيشن وبليتلت اكتيفيشن، فممكن تعمل اوبستراكشن لليون بتاعت البلاد فيسل نفسه. لو الاوبستراكشن ده كان ترانزيانت اوبستراكشن بعد فيو سكندز او فيو مينتس، ده عندنا اسمه دخل فيه unstable engine. يبقى الميكانيزم بتاع unstable engine ان حصل ايه؟ ان حصل tear او thermometer plate rupture، بس الرابتشر ده كان لفتره قليله جدا، ما دخلتش القلب، ما توصلش القلب انه يدخل في ام ان، لكن كان عندي prolonged presentation chest pain. خلاص؟ ده unstable engine. الكلاس الثانيه او الكاتيجوري الثالثه وهو myocardial infarction. ده هنا المشكله بقى كانت ايه؟ المشكله هنا كانت ماسيف شويه، يعني ادي نفس الاستاب اللي قبلها اهي، وادي اليومن وادي النارونج اللي موجود، حصل برضو بلي كابتشر، بس البلي كابتشر هنا كان كبير لدرجه انه البليتلتس قفلت وقت اطول. طب وقفلت وقت اطول دي هي لوحدها اصلا بتنقسم الى تو كاتيجوريز، حاجة اسمها ST elevation MI وحاجة اسمها non ST elevation MI. هو ايه الفرق ما بين ST elevation MI و non ST elevation MI؟ تعالوا نشوف رسمة القلب اللي احنا كنا رسمينها قبل كده، دي كده قلت لكم ان الكروني رايح يسبلاي كارديك ماسل من بره لجوه. لو حصل ان النارونج، طبعا اكتر حته بعيده هنا واكتر حته قريبه بتبقى هنا. لو حصل ان النارونج كان شديد جدا بيحصل حاجه اسمها ترانس ميورال سيكنس او ترانس ميورال انفاركشن. ده بيرفلكت ايه؟ بي سي جي تشينجز بلس ان في عندي انفلاماتوري ميديتورز من القلب نفسها، من عضله القلب اللي ماتت دي تطلع وبتبريزنت باي انكريزد كاردياك ماركرز. يبقى في حالات الاس تي اليفيشن ام اي اللي حصل فيها ان حصل فيها فول ثيكنس اسكيميا على مستوى الفنتكل نفسه، وهذا الفول سيكنس اسكيميا كان ريفلكتد باي اي سي جي تشينجز وانزيم تشينجز. ده الاستيم. طب من نون اس تي اليفيشن، لا هو حصل برضه بليك رابتشر وطولت معانا شويه، بس البليك رابتشر حصل في مكان بعيد شويه، فالجزء الداخلي هو البعيد خالص عن البلاد سبلاي هو اكتر حاجه اتاثرت، فبقى الانفاركشن وليكن هنا كده مثلا بقى في الحته القريبه او الحته البعيده من الفنتركل ناحيه الاندوكارديوم، عشان كده بيسموها سب اندوكارديال اسكيميا. من غير هنا حصل فول سيكنس اسكيميا، يعني القطع او القفله كانت من بره خالص فكل القلب اتقفل، لكن هنا الاسكيميا بس في البريفري ابعد حته عن البلاد سبلاي هي دي اللي قطع عنها الدم، عشان كده بيسموها سب اندوكارديال اسكيميا. سب اندوكارديال اسكيميا دي
ما بيحصلهاش ريفليكشن باي فرانك او تيبيكال اس تي تشينج، ما بقاش فيها اس تي تشينج، بيسموها نون اس تي اليفيشن. لكن حصل فيها ان جزء من القلب مات، وده برضو بيعلي الكارديال انزيمز هنا بارشل او سب اندوكارديال. وهذا السب اندوكارديال كان ريفليكت باي انكريزد انزيمز. لكن ايه تيبيكال او نو اي سي جي تشينجز؟ نو تيبيكال اي سي جي تشينجز. وده الفرق ما بين الاس تي اليفيشن والاس تي اليفيشن. تعالوا نبص كده وايد رينج عندنا بتاعت الكورونري ديزيز. في عندي ستيبل انجينا، ده حصل ناروينج، الناروينج ده خلى دايما الريكوايرمنتس بتاعتي كانت اقل من الديماند، او الديماندز بتاعتي كانت اقل من السبلاي. عشان كده لما واحد بيدخل في ستريس او في اكسرسايز هو ده يبريزنت، لكن فكره الستيبل انجينا. الانستيبل انجينا لا، ده حصل اثيرومتس بليك تير او عند الاثير رابتشر نفسه، وادت الى اسكيميا ما طولتش قعدت بس جاست فيو سكندز او مينتس، اللي بيسموها انستيبل انجينا. الليفل الثالث بقى، لو حصل التير ده وطول، طب هل هو طول وخد الفول ثيكنس؟ بيسموها ST Elevation MR، فيها typical ECG changes و typical enzyme changes، ولا حصل وخد بس الجزء البعيد خالص عن blood supply اللي بيسموه sub-endocardial damage أو sub-endocardial ischemia، وهذا أدى إلى enzyme جاي بس مش عندي ST Elevation. اتبقى ليه بس حاجة تانية عايز أقولها، عايز أقول إيه؟ إنه الجزء ده زي ما قلت بيسموه stable angina. الثلاثة دول مجتمعين مع بعض كده بيسموهم expression مهم بقى لازم أعرفهم: acute coronary syndrome. يبقى acute coronary syndrome ما أقصد بيها، أقصد بيها إيه؟ أقصد بيها هي أي حاجة كان الميكانيزم فيها حصل atherosclerotic plaque rupture ببساطة. يبقى هي دي acute coronary syndrome. يبقى ما كانش مجرد ناروينج والدنيا مقفوله على بعضها كده، لا، ده حصل ناروينج وحصل قطع على السيرفس وحصل لي اثيرومتس بليك رابتشر. هو ده الاكيوت كورونري سيندروم. هو وايد رينج زي ما قلت لك، هو رينج بين انستابل انجينا والنون ستيمي والستيمي. طيب نرجع للكلام ده عن اسكيميك هارت ديزيز. دي كانت انتروداكشن مهمه عشان خاطر نبقى فاهمين الباثوجينيسيس والباثولوجي بتاع اسكيميك هارت ديزيز. تعال نتكلم بقى عن الكورونري ارت ديزيز عامه. اول حاجه نتكلم عن الكورونري ارت ديزيز، وده مكان سؤال، هو الريسك فاكتورز بتاعه الكورونري ارت ديزيز. تمام، نكتب عليه كده، ده سؤال، ده واحد من الحاجات اللي بتسال ات شورت اي سي. وغير انها سؤال لازم نفهمها كويس قوي، ايه هي الريسك فاكتورز بتاعه الكورونري ارت ديزيز؟ لان هي الريسك فاكتورز دي مهمه جدا وانا بحط البلان بتاعتي في المانجمنت. فمهم جدا انا بحط البلان بتاعتي او بكاتيجورايز البيشنت الريسك بتاعه ايه، عشان خاطر واحد جالب تشست بين اقول والله لا ده ممكن يبقى كورونري ولا نون كورونري بيزد اون ذيس ريسك فاكتورز. اوكي، فلازم ابقى عارف الريسك فاكتورز دي زي اسمي. اوكي، هو ست كلمات تحفظهم فهيش حاجه صعبه. الريسك فاكتورز بتاع الكورونري ارت ديزيز بقسمهم لحاجتين، حاجه اسمها موديفايبل وحاجه اسمها نون موديفايبل، حاجه بقدر اغيرها وحاجه ما اقدرش اغيرها. ما اقدرش اغيرهم حاجتين، الايج والسكس. يعني انا مثلا مش هقدر اقول للعيان يعني غير سنك، ولا اقدر اقول له غير جنسك، يعني ما تحصلش الا بهندسه اللي يعني اللهم احفظنا يا رب. لكن على العموم يعني الايج والسكس دول حاجات نون موديفايبل. لكن في عندنا حاجات ثانيه اقدر موديفايبل، اقدر اغيرها. اوكي، تشمل سموكينج، هايبرتنشن، دايابيتس، هايبرليبيديم. سموكينج، هايبرتنشن، دايابيتس، هايبرليبيديميا، هما دول الاربعه. يبقى اربعه واثنين وسته، نحفظ الست كلمات دول، هما دول الريسك فاكتورز، مش مطلوب مننا اكتر من كده. بس تعالى نتكلم شويه عن كل واحد فيهم. الايج، الايج عامه الميل فوق سن 50 سنه والفيميل فوق سن 65 سنه. يبقى الايج في الميل فوق سن 50 والفيميل فوق سن 65. طب ليه قلت الكلام دوت؟ لان السكس باي ديفولت الميلز عندهم هاي ريسك فاكتورز يحصل لهم كورونري ارت ديزيز اكتر من الفيميلز. ليه؟ لانه في ثيوري طبعا انه الفيميلز عندهم الاستروجين والبروجستيرون بيبقى ليهم بروتكتيف ايفكت من البروسيس بتاعه الاثيروسكلوزس اللي بتحصل دي. والدليل على كده ان الفيميلز بوست مينوبوزال بيبقوا خلاص ايكو ريسك زيهم زي الميلز،
for coronary artery disease. يبقى رقم واحد الـ age، رقم اثنين الـ sex. خلاص؟ خلي بالكم هما نفس الـ age والـ sex دول زي ما بيلعبوا دور زي ما قلت لكم في الـ coronary artery disease. هنيجي إن شاء الله بعد كده بنيجي نتكلم عن management of coronary cerebrovascular disease في الناس عندهم special AF، هتلاقي برضو ان الـ age والـ sex بيلعبوا دور، واحنا بعمل assessment للـ cerebrovascular stroke risk عشان خاطر ادي لهم علاج بانتي اجريشن ولا لا. فبس نبقى عارفين انه ان هم الاثنين مع بعض بيلعبوا بلاي رول في البروسس بتاعت الاثيروسكلروز نفسها، والاثيروسكلروز هي اللي ماسكه ده وماسكه ده، مثلا coronary artery disease وماسكه cerebrovascular disease. اوكي، بس كم ريسك فاكتور دي. يبقى رقم واحد حاجات نون موديفايبل ايج اوف سنس، رقم اثنين موديفايبل. موديفايبل اهم موديفايبل ريسك فاكتور فور coronary artery disease زي الام اس كيو هو السموكينج. ده مكان ام اس كيو، يبقى سموكينج هو ده the most important modifiable risk factor. يعني ما بين سموكينج وبين هايبرتنشن والليبيديميا والدايبيتس، اهم واحد فيهم هو ايه؟ سموكينج. فسموكينج بيشمل او بيحمل هو دوت ال most important modifiable risk factor، لانه سهل ان انا اعمله modification، يعني وقف التدخين فيقف خلاص، يعني خلاص قللت risk factor نفسه. مش كده بس، هو كمان يمكن من الحاجات اخطر واحد فيهم، لانه السموكينج برودكتس نفسها اللي هي حاجات النيتروجين برودكتس او الهيدروكربون برودكتس دي، وجودها في الدم هي بتكرييت ستريس على الاندثيليوم، تقعد تجرح في الاندثيليوم وتسرع من البروسس بتاعت الاندثيليوم انجل اللي احنا قاعدين نحكي عنها بتاعت الاثيروسكلروس. يبقى اتكلمنا عن السموكينج. طب تعالى نتكلم عن الهايبرتنشن، هو واحد من الريسك فاكتورز المهمه جدا فور اثيروسكلروس، وبالتالي هو واحد من الريسك فاكتورز المهمه جدا فور كورونري ارتري ديزيز. مشكله الهايبرتنشن اكشوالي زي ما قلت انه دايما وجود الضغط العالي المرتفع بيعمل شيرنج، يعني بيقطع في الاندثيليوم بتاعه البلاد فيسلز، عشان كده هو بيسرع من عمليه البروسس بتاعه الاثيروسكلروس نفسها. وعلشان كده مهم جدا ان كنترول البلاد بريشر عشان خاطر اقلل ريسك فاكتور فور اثيروسكلروس. ده كلمنا رقم 2 هايبرتنشن. اخو الهايبرتنشن الملازم والصديق الذي لا يختلف عنه الدايبيتس. الدايبيتس بتعمل حاجتين، بتعمل هايبرليبيديميا الحاجه اللي بعدها، وهي كمان بتعمل انجري للاندثيليوم. ليه؟ لانه في عندنا حاجه نفتكرها من زمان بيسموها الاند جلايكيشن برودكتس، ان الجلوكوز اللي موجود دوت لما موجود بنسب عاليه قوي بيحصل له بروسيس اذر ذان الجلايكوز الطبيعيه، لا بيحصل له هيدروكسيليشن وتحول لحاجه اسمها جليسرول اند سو اون. البرودكتس دي هي لوحدها كيميكالز بتعمل انجري للاندثيليوم، عشان كده الدايبيتس كان بيعمل عندنا ماكروفاسكولار او مايكروفاسكولار ابنورماليتيز، كان بيأفكت الفيسلز الكبيره، فبيعمل لي ischemic heart disease، بيعمل لي cerebral vascular disease، بيعمل لي peripheral artery disease، وبيأفكت الفيسلز الصغيره فبيعمل لي نيوروباثي، بيعمل لي ريتينوباثي، وبيعمل لي نيفروباثي. اوكي، فاللي عارفين ان الدايبيتس واحد من الريسك فاكتورز المهمه فور coronary artery disease. رقم 6 هو الهايبرليبيديميا، عندنا الهايبرتنشن، الليبيديميا، والدايبيتس. الهايبرليبيديميا زي ما هنشوف ان شاء الله بعد كده هنشرحها في الديستبيديميا ان شاء الله المحاضره الجايه على طول. الديستبيديميا هو بيحصل فيها امبالانس بين ال LDL و ال HDL. مشكله ال LDL او اللايبوديستلايبوبروتينز اكشوالي اللايبوديستلايبوبروتينز الطبيعي اصلا المفروض الدش تاخده وتدخله جواها، وبعد كده تستخدم الحاجات اللي فيها وتطلعه شكل HDL اللي رجع تاني مره ثانيه للليفر في السايكل بتاعت ال LDL و HDL سايكل. ان شاء الله نشرحها المره الجايه ان ديتيلز. لكن لما بيحصل زياده في ال LDL في الدم بنسبه عاليه، ال LDL لانها لو دنسيتي عندها قدره ان لو في عندي اوكسجين رياكتيف اوكسيد سبيشيز او اوكسيديتيف سبستانس كتيره في الدم بتعمل فيها اوكسيديشن. يعني المشكله مش في ال LDL نفسه، المشكله بيحصل اوكسيديشن في ال LDL. لما بيحصل اوكسيديشن في ال LDL اوكي سوري بس اكسبت لما بيحصل اوكسيديشن لل LDL نفسه بيبقى عندي اوكسيدايزد LDL، هو ده اللي فيه المشكله، لانه الاوكسيدايزد LDL هو ده اللي الماكروفاج بتيجي تاكله وتحول الى فوم سيلز. فالفوم سيلز ما بتعملش مشكله مع ال LDL العادي، يعني طبيعي الماكروفاج
بيسموها حاجه اسمها سكافنشر، عندها سكافنشر ريسبتورز دي ال LDL، يعني ممكن تمسك في ال LDL، لكن لما بيبقى اوكسيدايزد ال LDL هو ده اللي بيعمل تشينجز جوه الماكروفيج نفسها، بيخلي الماكروفيج دي تتحول الى فوم سيلز. اوكي، فدي بس عرفنا حكايه ليه ال LDL او هو الاخطر في الليمتس اللي موجوده. اوكي، قلت لنا مكتوب كلام انه الترايجلسرايدز بير سي ما بتعملش، ما لهاش دور قوي في كورونا ارت ديزيز، لكنها ممكن تعمل ام اي. دي محتاجينكم بقى انتوا بقى تفكروا فيها كده، اشمعنى الترايجلسرايدز ما بتلعبش دور في كورونا ارت ديزيز الانجينا يعني، لكنها ممكن تعمل ام اي. هيبقى هوم ورك ان شاء الله، واسالكم عنه المره الجايه واحنا بنتكلم في شرح الديسليبيديمي. خلاص، يبقى تاني انا اتكلمت عن سؤال مهم قوي، هو الريسك فاكتورز بتاع كورونا ارت ديزيز. قلت لكم ده سؤال سهل مهم، مش بس مهم الامتحان، مهم فور لايف. هم ست كلمات تحفظهم، اثنين موديفايبل، اربعه نون موديفايبل، اثنين سوري ان موديفايبل، اربعه موديفايبل. اثنين موديفايبل هم الايت والسكس، ما اقدرش اغيرهم. الاربعه موديفايبل اهم واحد ام سي كيو، سموكينج، يلي هايبرتنشن، هايبرليبيديميا، اند دايابيتس. كده تقريبا خلصنا اهم سؤال بيجي فيه الستيبل انجن. طيب تعالوا بعد كده نتكلم بقى عن البرزنتيشن. اي عنده ستيبل انجن البرزنت بقى ايه؟ تشخيص الشخص اصلا، تبقى عارف ان الدايجنوس اوف كورونري ارت ديزيز او الانجن اتز ا كلينيكال دايجنوس. خلاص، محدش يقول لي استنى الانفستيجيشن، اتز ا كلينيكال دايجنوس. يبقى الدايجنوس اوف الانجن از ا كلينيكال دايجنوس. طيب كلينيكال بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على كرايتيريا اوف تشست بين، وبرده هم خمسه كرايتيريا نحفظهم زي اسمنا. خلاص، ليه؟ مش عشان خاطر الامتحان، مش بسألش في الامتحان، لكن عشان خاطر اللايف، في الريل لايف. زي ما قلت لكم ان اي حد لما جه تشست بين، انا كان السؤال المهم بتاع الاول ده كاردياك ولا نون كاردياك. طب كاردياك ده اسكيميك ولا نون اسكيميك؟ اوكي، اعرف ازاي؟ من الكرايتيريا اوف ذا بين. اول حاجه خالص الكاركتر، يبقى اول حاجه نعرفها الكاركتر اوف ذا بين، يعني كاركتر شكل البين عامل ازاي. الاسكيميك بين بقى دايما دي سبيسيفيك كاركتر، يقول لك انا حاسس بيه هيفنس، حاسس ان في حاجه طبقه على صدري، او كراشينج بين، حاجه بتضغط على صدري، او سكويزينج بين. يبقى ادالك كلمات دول هيفنس، كراشينج، سكويزينج، لازم بدماغك تفكر ده تيبيكال تشست بين. اوكي، يبقى هيفنس، كراشينج، سكويزينج، فكر على طول ده تيبيكال تشست بين. رقم 1 كاركتر. رقم 2 و3 المكان بيسمع فين، المكان ومكانه بيسمع فين، مكانه بيسمع فين. المكان لو سنترال تشست بين يبقى ده تيبيكال تشست بين. راديت تو ليفت ارم اند نيك ده تيبيكال تشست بين. يبقى تيبيكال تشست بين بيبقى سنترال وبيسمع في ليفت ارم اند نيك. اوكي، يبقى الكلمه دول يبقى رقم 1 كاركتر، 2 مكان، راديشن. بعد كده حاجتين برضو زي بعض، هو انكريزد باي وديكريزد باي، الحاجات اللي بتزوده والحاجات اللي بتقلله. تيبيكال تشست بين بيزيد باي زي ما قلنا اكسرسايز وستريس، وفسرناها ليه تاني؟ لان الاكسرسايز والستريس بزود فيها الديماند بتاع الاكسجين بتاع الميوكارديا نفسه، بيحصل تاكي كارديا، بتقل الكاردياك سايكل، يحصل شورت الديوريشن بتاع الكاردياك سايكل. الكورونريز ما بتلحقش تملى لانها بتملى ديورنج دايستري، لما بيحصل تاكي كارديا ما بتلحقش تملى، وبالتالي الدم اللي رايح للقلب بيقل. اوكي، في الوقت اللي هو عايز مالي ينقبض، عايز ينقبض، عايز ينقبض، لا الدم اللي انت بتديه له يقل، عشان كده بيبقى عندهم انجينا. اوكي، نفس الكلام برضه الاستريس، بيعمل نفس الكلام، عشان الاستريس بيزود الستريس هرمونز عامه، الادرينالين، الادرينالين بيشتغل على القلب يعمل تاك كارديو، يمشي نفس البروسيس بالظبط. اوكي، يبقى انكريز ذا باي اكسرسايز وستريس، ديكريز ذا باي ريست ونافتر ريستري، ريست ونافتر ريستري. بالريست الواحد يريح اصلا، تقللت النيد بتاعت القلب من الاكسجين، والنيتروجليسرين لان هو النيتروجليسرين بيشتغل دايليترز للكورونري ديزيز، وده واحد من حاجات التست. يعني ممكن لما يجي حد بس يشتكي يقول لك والله انا بشتكي من تشست بين، وانا مقلق ده تشست بين ده تيبيكال ولا اتيبيكال، طب بقول لك ايه، هات حبايه نيتروجليسرين تحت لسانه وخد. خلاص، لو خد الحبايه وثلاث دقائق والبين اختفى، وده كان ريز البوسيبيليتي ان ده كان انجن. مش كده، واحد من الحاجات اللي بيستخدموها كدايجنوستيك تست هو النيتروجليسرين. ده تاني كورونا ارت ديزيز دايجنوستس، ات از ا كلينيكال دايجنوستس، بشخصه بمواصفات البين. هم بخمس مواصفات: كاركتر، هيفنس، سكويزنج، كراشنج بين، مكانه فين، بيسمع فين، انكريز ذا باي، ديكريز ذا باي. يبقى كده ازاي بتكلم عن تشست بين او كورونا ارت ديزيز. شخصت الانجينا،
لا انا عايز اقول لك بقى، طيب هاو تو دايجنوز ان انستابل انجن، وايه الكرايتيريا اللي تقول ان ده انستابل انجن؟ برضه لازم ابقى عارفها، ابقى عارفهم فور لايف. هم ثلاثه كرايتيريا. اول حاجه ببساطه خالص، الانجن اللي تحصل اول مره في حياه الواحد دي انستابل انجن، يبقى الفيرست اوف اول دي انستابل انجن. خلاص. تاني حاجه برضه بسيطه، لو انجن حصلت وانا قاعد تبقى انستابل انجن، يبقى انجن ات ريست معناها انستابل انجن. احنا قلنا الانستابل انجن كان ايه المشكله فيها؟ ان حصل بليك رابتشر بس كان ترانزيانت، يعني وقت قليل، يا دوب الدنيا قفلت ورجعت فتحت تاني، فعملت لي انستابل انجن. طيب يبقى انجن اول مره دي انستابل، انجن ات ريست انستابل، والمصطلح التالت اسمه كريشندو ازمه. يعني ايه كريشندو؟ كريشندو يعني بيزيد. بيزيد في ايه؟ يا اما بتزيد في الوقت او بتزيد في السيفيريتي. يعني ايه بتزيد في الوقت؟ يعني كان الشخص ده مثلا هو طلع السلالم يجي له الان يقعد معاه دقيقه ويروح. اوكي؟ دقيقه ويروح، دقيقه ويروح. لا بدا يقعد معاه دقيقتين. فتره يومين ثلاثه بدا يقعد معاه ثلاث دقائق. بدا يقعد معاه خمس دقائق. ما دام بتزيد في الديوريشن يبقى دي غالبا دخل في انستيبل انجن. اوكي؟ اسمها كريشندو. او بتزيد في السيفيريتي. درجة الألم نفسها وحدة الألم لو بتزيد معناها إن العند ده بدأ يدخل في unstable angina. يبقى تاني الدايجنوسيس إزاي عرفنا نشخص الأنجينا وإزاي نشخص الـ unstable angina. أوكي؟ هنا بس الجراف ده بيقول لك إزاي تفرق ما بين الكاردياك ونون كاردياك كوزز. عامة لو حاجة تقعد معاك يومين ثلاثة يبقى غالبا ده مش كاردياك بين. من الحاجات اللي اختارت معايا قوي كلينيكالي حتى مع الكورونري ارت ديزيز بين هو الاسوفيجيال سباسم. وانا افتكر حتى لسه في العيال عندي مثلا من حوالي اسبوع او كده عيان دخل عنده كان بياخد ايش على كيموثيرابي. الكيموثيرابي ده معروف ان هو بيعمل سام سورت اوف انجينال بين، وبيشتكي ان هو ماشي على كورس اوف كيموثيرابي وبيجي له ريفلكس وبيجي له تشست بين سنترال، بيسمع حاجه ضغط على صدره. كلينيكلي صعبه جدا انك تفرق هل ده نتيجه ان بيحصل اسيد ريفلكس حقيقي فبيحصل اسفيجيال سبازم، واحد من اشهر زي اسفيجيال سبازم هو ريفلكس، او ان البين ده it is a cardiac pain او chest pain نتيجه angina pain. اوكي؟ فحلها لازم نبدا في الانفستيجيشن فور angina pain، اكسكلود يعني اعتبره angina pain لغايه لما to be excluded ان هو مش انجينا بين. ليه؟ لان هو لو هو اسفجيز بس مش هيأثر معايا في حاجه، لكن لو هو كاردياك بين لا ده مهم جدا ويز تو بي ديتكتد، لان ممكن في مره يدخل معايا في ام ار. اوكي؟ فاعتبره هو الاخطر الى ان يثبت العكس. مشكله كمان للناس اللي عندهم اسفجيز بس كمان هم بيستجيبوا كويس للناتشر بيسترين. الناتشر بيسترين زي ما بيعمل فازليشن بلاد فيسلز بيعمل ريلاكسيشن كمان لسموس مصر. فالاسفجيز لسموس مصر فممكن يعني تستريح مع الناتروسين. مش كده تريكي قوي ازاي تفرق ما بينهم؟ غالبا ما تفرقش بينهم غير لما تطلب بقى معاه الاي سي جي وتبدا تشوف الدنيا ايه اكبرها. ايفن حتى لو طلع اي سي جي نورمال لا لازم تدور بعد كده ان انذر ليفل عشان خاطر تو اكسكلود طالما ان العيان عنده هاي ريسك فاكتور. طيب يبقى اتكلمنا دلوقتي عن الكورونري ارت ديزيز، اتكلمنا عن الريسك فاكتورز وازاي تشخصهم. هلا بتكلم عن الانفستيجيشنز. الانفستيجيشنز زي ما قلت هي دورها على خاطر حاجتين، هو الدايجنوستيك لسه كلينيكال دايجنوستيك. طب انا ليه بعمل انفستيجيشن؟ عشان خاطر تكونفيرم الدايجنوستيك ده رقم واحد، عشان خاطر تؤسس السيفيريتي اوف ذا ديزيز. يبقى انا بعمل انفستيجيشن عشان خاطر حاجتين، عشان ااكد التشخيص اللي في دماغي، انا شاكك ان هو كورونري ارت ديزيز وده غالبا كورونري ارت ديزيز ده ستيبل انجينا. طب ايه اللي ياكد لي لا اعمل انفستيجيشن؟ طيب مش كده بس، الدور الثاني عشان خاطر ابدا احدد العيان في انهي مرحله. هل هو مرحله خلاص داخل على مرحله انستيبل او نون ستيبل او حاجه من الحاجات دي اللي هتبدا محتاجه انترفينشن على طول، او محتاج ان انا ادخل ميديكال تريتمنت، ولا محتاج ان انا ادخل انترفينشن واعمل بي سي اي، ولا محتاج انترفينشن واعمل كورونري انجيو. فده دور الانفستيجيشنز. الانفستيجيشنز عندنا رقم واحد الاي سي جي. الاي سي جي يعني هو في ميزه وعيب. ميزه ان هو حاجه سمبل وسهله وسريعه اقدر اعملها. مشكله الاي سي جي الناس عندهم ستيبل انجينا انه بيبقى نورمال بتوين اتاكس، وصعب قوي انك تقيس عيان اتاك عند عيان، يعني الا لو هتعمل بعد كده
ستريس اس جي اللي احنا اتكلمنا عليه، فبيبقى نورمال بتوين اتاكس. لكن في بعض الاحيان ممكن تشوف بعض التشينجز، يعني مثلا عيان كان جاله قبل كده ام اي، هتلاقي ام اي تشينجز موجوده خلاص عرفت شخص. الحاجه الثانيه لو مثلا العيان دوت عنده حاجه باند برانش بلوك، اوكي ممكن لو عنده ليفت باند برانش بلوك واحده من الحاجات اللي ممكن يكون ده انديكيشن ان جات له قبل كده ام اي، اوكي. فمن ضمن التولز اللي ممكن استخدمها في الدياجنوس. لكن اللي بيحصل كتير في اغلب الاحيان 80% من العيانين اكشوال عندهم نورمال اس جي. طب هل كده اسكت؟ شوف انت بتاسس انهي ريسك. لو انت بتاسس عيان عنده هاي ريسك، واحد عنده 50 سنه مدخن، لا يبقى لازم تكمل في الانفستيجيشن بتاعتك فيردر انفستيجيشن عشان تكونفيرم وتبقى سكيورت. لكن لو واحد عندها 30 سنه ودخلت لك الطوارئ ومتنفذه ومتضايق عملت لها اس جي وطلع طبيعي خلاص مش محتاج اعمل حاجه. اوكي يبقى بعد كده مهم قوي بعد عشان كده ابقى عارف ايه الريسك فاكتورز اللي نبدا كاتيجورايز العيان دوت، هل محتاج نيد فيردر انفستيجيشنز او نوت. لو عيان لو ريسك فاكتورز زي ما قلت لكم واحده ست صغيره في السن ما عندهاش اي ريسك فاكتورز، مش حد وحد كان مضايقها ولا حاجه، يبقى لا خلاص اس جي وطمن وخلاص اطمننا الحمد لله. طيب حاجه غير كده لا، يبقى محتاجين احنا نبقى فور فيردر انفستيجيشن. طب ايه فيردر انفستيجيشن؟ احنا اتكلمنا عنهم من شويه، قلنا الستريس اس جي واتكلمت عنه ايه حكايه الستريس اس جي دوت، ان احنا نبدا مكان على دوت يبقى يعمل اكسرسايز لو يقدر يتحرك وكده. طب افرض واحد ما يعني عنده شلل في رجليه هتعمله ازاي؟ يعمل هتنططه بايديه؟ مش هينفع طبعا. ساعتها اعمل ايه؟ حاجه اسمها فارماكولوجيكال ستريس تيست. وقلنا ايه هي اهم حاجه في الستريس تيست؟ انا بوصل الهارت ريت للماكسيم هارت ريت بتاعه 80% من الماكسيم هارت ريت، بعرفه ازاي؟ 220 ناقص الاتش، ده رقم واحد. رقم اثنين ايه هي الفايندنجز اللي تقول لي عنده بوزيتيف اس جي؟ دي مهمه كام اس كيو، بوزيتيف ستريس اس جي. قلنا رقم واحد عنده لو ديفلوب تشست بين يبقى ده بوزيتيف، او ديفلوب اس تي تشينج او اريزميا ده بوزيتيف، او لو عنده هايبوتنشن ده بوزيتيف. طب وغير كده يبقى نيجاتيف. يبقى لما حصلوش تشست بين يبقى نيجاتيف، ما حصلوش ستي ريفيجن او اريزميا نيجاتيف، ما حصلوش هايبوتنشن يبقى ده نيجاتيف. اوكي يبقى ده بالنسبه للاي سي جي. وقلنا امتى ما عملش اي سي جي؟ فرانكلي يبقى لو واحد عنده ابنورمال اصلا اي سي جي اتريست يبقى ده ما تعملوش ستريس اي سي جي، ممنوع كونترا انديكيتد. لو حد عنده اريزميا مالوش لازمه خالص انك تعمله ستريس اي سي جي. والحاجه الثالثه لو قلنا حد عامل بي سينك. طيب التول الثالثه في التشخيص هي الام بي اي او الميكاردو بيرفوجن ايمجنج، شرحناها بالتفصيل ان انا بجيب ماده مشعه يا اما ثاليوم يا اما تكنيشيوم، وبعد كده بحقنها اي في وبحط العين دوت فارماكولوجيكال ستريسنج يا اما برضه ادينوسين او دايبيريدامول. هتعمل ايه في البلاد فيسل؟ تعمل دايريشن في البلاد فيسل بتاع النورمال، لكن الديزيز مش هيحصل له دايريشن، بيفضل مقفول. اوكي وابدا استخدمه ان انا اصور واشوف زي ما احنا لسه متكلمين من شويه، اعرف فين الديزيز بارت نفسه. الانفستيجيتور تولز مهمه قوي السي تي كورونير انجيو، وقلنا هي دي بقت الفيرست لاين بعد الاي سي جي لو انت شاك في عيان عنده هاي ريسك فاكتورز. يعني عنده ريسك فاكتورز الاي سي جي طلع نورمال، في عندك اختيارات بقى تعمله ستريس اي سي جي ولا تعمله ام بي اي، اعمله سي تي انجيو. خلاص الجايد لاينز الاخيره بتاعت نايس جايد لاينز بتاعت يو كي قال لك لا على طول دخل عندك في سي تي انجيو. اوكي يمكن عندنا برضو واحد من المال براكتس عندنا دكاتره القلب على طول يقول لك ايه لا ادخل قسطره العيان. لا يا جماعه في تول عندنا قبل القسطره اسمها سي تي انجيو، طالما الاي سي جي بتاع العيان طبيعي ما تجريش العيان يعمل قسطره، لا يعمل سي تي انجيو ارخص في الوقت وارخص في المجهود واقل في الريسك ونان انفيزيف، خلاص يعمل سي تي انجيو. لكن لو عيان عنده فروم ذا ستارت عنده اي سي جي تشينجز لا ساعتها ادخله قسطره على طول. لكن انا بتكلم عيان شاكك في عنده مش مشكله اذابحه صدريه وعملت له اي سي جي طلع نورمال، لا قبل ما تقسطره اعمل له سي تي انجيو. اخر حاجه عندنا هو الكورونري انجيو. الكورونري انجيو اللي هو بسميها اصول بيها الكارديو كاتريزيشن زي ما احنا شايفين كده اللي هو الجزء الاخير ده كده، ده شكل سي تي انجيو زي ما قلت لكم. مدى التطور اللي فيه بيديك صوره 3 دي وتعرف تبص على الريس مكانه فين، يعني حاجه روعه بصراحه. الكورونري انجيو لا بدخل بقى بقسطره، يا اما بدخل فيها من الراديال ارتري يا اما بدخل فيها من الفيمر ارتري وبوصل عند القلب نفسه وابدا انجكت الداي واصور فيها الكورونري ارتريس. يبقى دي كانت الانفستيجاتري تولز. يبقى اتكلمنا تاني عن الريسك فاكتورز، اتكلمنا عن التشخيص، اتكلمنا عن الانفستيجيشن. اخر حاجه خالص هنتكلم عنها وهي المانجمنت اوف ستيبل انجينا. ازاي بعالج ستيبل انجينا؟ برضه المانجمنت اوف ستيبل انجينا ما هياش مجان لسؤال لكن فيها بعض النقط ممكن تصير ام سي كيو. خلاص اول حاجه في الستيبل انجن تبقى عارف بس ايه هي البوينتس او الكي ووردز اللي احنا برضه عارفينها في المانجمنت اوف ستيبل انجن. قلنا رقم واحد في المانجمنت هو النايتريتس.
هي نايتريس دي بتشتغل ازاي؟ عن طريق انها بتشتغل تعمل فاسيليشن للكورونري ارتريس. طب هي نايتريس دي اصلا بتشتغل ازاي؟ ان هي بتنديوس نايتريك اوكسايد، والنايتريك اوكسايد بعد كده بيروح جوه السموث ماسل بيحفز سايكليك جي ام بي، فبيعمل كونتراكشن للسموث ماسل عشان كده بيعمل فاسيليشن، وده الميكانيزم في اكشن النايتريس. طب النايتريس هي اكتر فيمو دايريتور ولا ارتيريو دايريتور؟ محتاج حد يجاوبني كده، بص على الشات. فينو دايريتور، برافو كاميليا بتقول فينو دايريتور، برافو كاميليا. هو اكشوالي الايفكت بتاعها بيبقى مور بوتنت على الفينز اكتر منه من الارترز، اوكي؟ عشان كده زي ما تشوف ان شاء الله بعد كده احنا بنتكلم في الهارت فيلير، هي بنستخدمها تو ديكريز بري لود. بري لود الفرق بين بري لود والافتر لود، بري لود بتعبر عن الفينس ريتيرن، افتر لود بتعبر عن الارتيريال سبازم او الارتيريال ريزيستنس اللي موجوده جوه القلب، هنتكلم عنها ان شاء الله بعدين. فالنيتريز دي الميكانيزم في اكشن بتاعتها. طيب النيتريز في عندنا نوعين من النيتريت، في عندنا سب لينجوال نيتريت وفي عندنا اللونج اكتنج نيتريت. امتى استخدم ده؟ امتى استخدم ده؟ سب لينجوال نيتريت عامه بستخدمها في الاكيوت اتاك، ياخد حبايه تحت اللسان، ممكن ياخد حبايه والثانيه والثالثه في فاصل زمني 5 دقائق من كل واحده والثانيه ما يزيدش عن 3، اوكي؟ ده بس في حاله الاكيوت اتاك لو بدا ياخد حد في انستيبل ده السب لينجوال نيتريت. النوع الثاني اللي هو السوبيت داينيتريت، وده بيبقى لونج اكتنج، ممكن تاخده في حاجات طبعا سلو ريليزنج، ممكن تاخد مره واحده في اليوم، وفي حاجات بتتاخد مرتين في اليوم، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم ما تاخدهمش مرتين كل 12 ساعه، لا بديه كده مره الساعه 8 الصبح ومره العصر. ليه بعمل الكلام دوت؟ عشان واحد من السايد افكتس المشهوره جدا في النايتريتس حاجه اسمها تاكي فيلاكسس، الجسم بيبدا يتعود عليها خلاص، يبدا الافكت بتاعها يقل. عشان كده انا بتحايل على القصه دي، يا اما تدي حاجه سلو ريليزنج مره واحده في اليوم، او لو هتدي ال ريبيتد دوز خليها منفصل بينهم 8 ساعات ويبقى 16 ساعه. ده بالنسبه للنايتريتس. طب تعالوا بعد كده تاني حاجه في العلاج هو البيتا بلوكرز. يبقى رقم واحد نايتريتس، رقم اثنين بيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز بتشتغل ازاي؟ بتشتغل انها بتقلل الهارت ريت وبتقلل الكونتراكتيلتي، فهي نيجاتيف اينوتروبكس يعني بتقلل الكونتراكتيلتي، ونيجاتيف كرونوتروبكس يعني بتقلل الهارت ريت. طب انا بستفيد بان انا اقلل الهارت ريت واقلل الكونتراكتيلتي؟ بتستفيد ان انت بتقلل الديماند، بتقلل النيد. مش احنا قلنا ان مشكله الاستيبل انجن هي بالانس ما بين السبلاي والديماند، السبلاي والديماند، الدم اللي رايح والدم اللي القلب محتاجه، والاكسجين اللي القلب محتاجه، الاكسجين رايح والاكسجين اللي القلب محتاجه. طب انا هنا عملت ايه؟ لا انا مش افكت بقى نايتريتس كانت بتشتغل على السبلاي، بعمل فازيليشن في زاد السبلاي. لكن البيتا بلوكرز بتشتغل على الديماند، لا انا هقلل الهارت ريت، هقلل الكونتراكتيلتي، وبالتالي اقلل الاحتياج. عشان كده لما تعمل كومبينيشن من الاثنين انت عملت البيست اوبشن، انت زودت سبلاي وقللت الديماند. طب لو لسه مفيش استجابه انت ممكن تكومباين بيتا بلوكر مع كالسيوم شانل بلوكر، بس انهي واحد كالسيوم شانل بلوكر؟ ودي ما كان سؤال ام اس كيو. الام اس كيو تبقى عارف انه لو هعمل كومباينيشن ما بين البيتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر لازم يبقى من جروب اسمها نون هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر. زي مين؟ زي الاملوديبين والنيفيديبين، دول اللي اسمهم نون هيدروبيريدين. لكن اوعى تخلطهم بالهيدروبيريدين اللي هم الفيرابامين والتلتازم. ليه؟ ان الفيرابامين والتلتازم هم كمان بيقللوا الكونتراكتيلتي مور اند مور وبيقللوا الهارت ريت. عشان كده لو عملت الاثنين مع بعض هتدخل عن هارت فيلير. عشان كده ما اخلطش ابدا الاثنين مع بعض. طيب افرض بقى انا عندي مش هينفع ياخد بيتا بلوكر، انا ساعتها لو هتدي كاسيوم شانل بلوكر لوحده ساعتها بديه الدايهيدروبيريدين زي الفيرابامين والتلتازم. ادي ساعتها النون دايهيدروبيريدين هو فيرابامين والتلتازم، اقدر اديهم بس لوحدهم ساعتهم از سنجل دراج. لكن اوعى اعمل لهم كومبينيشن مع البيتا بلوكر. يبقى لو هحط كالسيوم شانل بلوكر هتحطه مع البيتا بلوكر هيبقى املوديبين او نيفيديبين اللي هم بيسموهم دايهيدروبيريدين. لكن لو العام مش هينفع ياخد بيتا بلوكر ساعتها بدي
نان هيدروبريدين كالسيوم شارب بلوكر ابفرنت. تمام. في عندنا بقى انذر دراج والنيكورانديل بيتسال فيه السؤال بتاعه الام اس كيو الميكانيزم اوف اكشن ده بوتاسيوم شانل اكتيفيتور. بوتاسيوم شانل اكتيفيتور ده مكان الام اس كيو بتاعه نكتب عليها كده ام اس كيو وانتوا بتذاكروا. الاس انهبيتور بيستخدمه طبعا بس في بحاجتين على الضغط في نفس الوقت بيعمل فازيليتور. الاسبرين ده هو متاخر شويه بس هو ده يعتبر رقم واحد في العلاج وده برده مكان سؤال ام اس كيو. سؤال ام اس كيو بيقول لك مين اهم دواء في دول بيمبروف المورتاليتي بتاعه الكورونري ارت ديزيز. يجيب لك اختيار بقى الايس ولا البيتا بلوكر ولا النيتريتس. الاسبرين ولا البيتا بلوكر ولا النيتريتس. الثلاث اسبرين ايس بيتا بلوكر نيتريتس. السؤال بيجي كده مين اكتر واحد فيهم بيقلل المورتاليتي. اكتر واحد بيقلل المورتاليتي او ليه ريليشن في المورتاليتي هو الاسبرين. يبقى الاسبرين هو اهم دواء في الناس اللي عندهم ستيبل انجينا. يبقى حاله ستيبل انجينا واهم دواء بيقلل المورتاليتي هو الاسبرين. طيب الاسبرين بيشتغل ازاي؟ هو بينهبت البليتلت طبعا اجريجيشن عن طريق ان هو بيشتغل على الكوكس 2 انزيم وخطوه تحول الاركيدونيك اسيدز الى ثرومبوكسان اي 2. ثرومبوكسان اي 2 ده واحد من الحاجات المهمه جدا المسؤوله عن بليتلت اجريجيشن. فالاسبرين بيقفل السكه دي من بابها كده وبينهبت بليتلت اجريجيشن. في دواء كمان كلوبيدوجرام. كلوبيدوجرام ده دواء من الادويه الرائعه انتي برضه اي دي بي اي دي بي ريسبتور بلوكر انتي بليتلت. بنستخدمه ممكن يستخدمه كبديل للاسبرين وممكن يستخدمه مع الاسبرين. استخدامه مع الاسبرين بيقري استخدام واحد بس بوست بي سي اي. بوست بي سي اي اللي هو الناس اللي بتركب قسطره او بتعمل دعام بوست بي سي اي بدل الاثنين مع بعض. لكن في الطبيعي لا يا ده يا ده يا ده يا ده يا اسبرين لو عنده كونتر انديكيشن وما ياخدش ياخد الاسبرين ساعتها بدي كلوبيدوجرام. اوكي يبقى تاني اتكلمت عن الميديكيشن بتاعه الستيبل انجينو ابقى عارفهم كده. رقم واحد النايتريتس. رقم اثنين البيتا بلوكر. رقم ثلاثه الكالسيوم شانل بلوكر. بدول واحد اثنين ثلاثه. في عندنا بقى حاجه زي النيكورانديل وقلنا ده بيستخدم كبوتاسيوم شانل اكتيفيتور. وما تنساش الانتي بليتلت الام اس كيو بتاعها هي دي اهم ادويه بتقلل المورتاليتي. تقريبا الاسبرين لوحده بيقلل المورتاليتي في الناس عندهم سكيم هارت ديزيز 20%. يعني لو احنا بين 100 كل واحد في 100 عندنا خدوا اسبرين و100 ما خدوش الاسبرين تلاقي ان ال100 اللي خدوا الاسبرين الناس اللي مثلا حصل لهم وفاه مثلا بعد سنه بيبقى حوالي مثلا ايه 80 واحد بس في 20 واحد استفادوا على الاسبرين الون. في حد برضه عايز يدخل؟ نتبقى لنا بعد كده مانجمنت اوف انستيبل انجينا. الانستيبل انجينا زي ما انا ما قلت هي مشكله فيها حصل بريك رابتشر. الانستيبل انجينا هي انجينا ستيبل بس طولت شويه. وقلت اعرفها ازاي؟ هي اول انجينا في المطلق بيسموها انستيبل انجينا او انجينا حصلت اتريست او كريشندو زادت في الوقت او زادت في السيفيرتي. طب هاو تو ديل بقى مع انستيبل انجينا؟ هي نفس الادويه بس خلي بالكم دي هاو تو ديل معاها تريكي شويه. تبقى شويه ايه في البرايورتي بتاعت المانجمنت. وبرده هنا ده مكان سؤال ام اس كيو. هو مفيش عندنا سؤال بيجي نظري يقول لك ايه قول لي علاج الانستيبل انجينا. لا بتيجي ام اس كيو. ام اس كيو تبقى عارف ازاي ايه الفرق ما بين هاو تو ديل مع حاله ستيبل انجينا وهاو تو ديل مع حاله انستيبل انجينا. زي ما انا قلت لكم الاكسبريشن دلوقتي الدايركت هو الاكيوت كورونري سيندرومز اللي هو بيجمع بقى انستيبل انجينا مع الانستيمي مع الاستيمي. عشان كده حتى هتلاقي هنا كاتب عن الانستيمي نفسها والباثوجينيسيس بتاعتها النون ستيم دي بيحصل برضه نتيجه بليك رابتشر بس عملت اسكيميا. الاسكيميا كانت في مكان بعيد خالص عن البلاد سبلاي ناحيه الاندوكارديال شكل بيسموها سب اندوكارديان اسكيميا وادت الى اليفيشن زي ما قلت في الكاردياك انزيمز. لكن الاس جي بتاعي ما كانش فيه عندي اس تي اليفيشن كاركترستيك. لا ممكن الاقي اس تي انتبيشن. المهم يعني الاثنين دول ان هم الاثنين علاجهم واحد يعني علاج الانستيبل انجين النون ستيمي واحد. اول حاجه العيان ده لازم يدخل في المستشفى. يعني الستيبل انجينا انت ممكن تعالج العيان دوت في دي ار وتروح. لكن عيان انستيبل انجينا لا ده لازم يدخل المستشفى ولازم يدخل انترميديت سي سي يو يعني وحده رعايه متوسطه او حتى سي سي يو. ليه؟ عشان خاطر تتابعه هل ممكن يدخل بعد كده في ام اي
احنا قلنا ده حصل بليك رابتشر. بليك رابتشر دي على حسب بقى الزمن بتاعها وعلى حسب السيفيريتي بتاعتها، لو زمن بسيط هتدخل في انستيبل، لو الزمن طول شويه ممكن تدخل في نون ستيمي، طول تدخل في ستيمي. المهم العاده يبقى اندر فول اب واندر اوبزرفيشن وتشوف حصل له اريزم، حصل له اي حاجه. طبعا الكلام ده لازم يبقى هوسبيتالايز وهو سي. تاني حاجه انك تعرف بقى البين اللي موجود، ان البين نفسه بيزود الستريس، بيزود الادرينالين، يزود يدخل لك في فيش سيركل، فلازم تكنترول البين وتدي العيان دوت اوكسجين. طيب الحاجه اللي بعد كده الميديكيشن، واللي انا حاططهم ثلاثه مع بعض دول هم دول اهم ميديكيشن، اهم ميديكيشن في العلاج، ودي مكان برضو ام اس كيو. اول حاجه اللي حد عنده نون ستيبل انجينا، عامه اكيو كورونري سيندروم، شكيت في اكيو كورونري سيندروم، اول حاجه تعملها العيان ياخد اسبرين، ياخد اسبرين، ياخد حوالي 300 ملغ اسبرين، يعني ممكن ياخد 3 اقراص او 4 اقراص على حسب التركيز اللي ماشي عليه، يدي له اسبرين. اول حاجه تبقى في عنده وانت غامض عينك تعمل اسبرين. الاسبرين اون سبوت بيقلل المورتاليتي، ده رقم واحد. الفرق ما بين الانستيبل انجينا وبين الستيبل انجينا، وده مهم وده مكان ام اس كيو، ان بدل عنده كمان لو موليكولار ويت هيبرين او هيبرين فانكشن. وهنا مكان برضو السؤال، يقول لك اهم دواء بتديه للعيان في الانستيبل والانستيمي هو، ويجيب لك برضو راس كل الادويه اللي بتستخدم. مشكله الاسئله زي كده هي صعوبتها في ايه؟ انه فعلا كل الادويه دي بتستخدم. طيب هو بيسالك على فاكت بعرفهم، مين اكتر واحد ليه امباكت انك ما ينفعش تنساه؟ فاكتر واحد ليه امباكت مهم جدا في الانستيبل والانستيمي هو الهيبرين او اللو موليكولار ويت هيبرين، ان ده بيبقى ليه الهايست مورتاليتي بنفيت. الهايست مورتاليتي بنفيت بيحصل من الهيبرين او اللو موليكولار ويت هيبرين، يبقى اسبرين هيبرين وبعدين نايتريت. نايتريت بدي سبلينج طبعا في الاول قبل ما يجي المستشفى، انه في المستشفى بعد كده بنشتغل على في نايتريت. يبقى دول اهم ثلاث ادويه، يبقى عايز يدخل المستشفى يريح اعمل له بين ريليف. اهم ثلاث ادويه اسبرين، اللو موليكولار ويت هيبرين او هيبرين، ورقم ثلاثه كان نايتريت. في بعد نفس الادويه بقى بتاعه الاستيبل انجن اللي هي البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والايس على حسب الكونديشن زي ما احنا قلنا قبل كده. اتوقع بس ليه هنتكلم عن حاجه صغيره خالص، وهي كورونري ريفاسكولاريزيشن انجيوغرافي اند ريفاسكولاريزيشن. انجيوغرافي زي ما قلت احنا بندخل نصور. طب ايه حكايه الريفاسكولاريزيشن وليه بتكلمت عنها هنا؟ لانه زي ما قلت لكم هي انت خلاص اديت عند عليك، يا اما العيان بيتحسن عليك خلاص اموره ماشيه مستقر الحمد لله وزي الفل، بيكمل على علاج الميديكال تريتمنت، او ان العيان ما اتحسنش على العلاج، ساعتها لا لازم تدور في انترفينشن. والانترفينشن عندنا حاجه من الاثنين، يا اما بي سي اي اختصار بير كوتينيوس، ندخل بعد كده الانفيوجن او بير كوتينيوس انترفينشن، بير كوتينيوس كورونري انترفينشن ده بي سي اي، او انك تعمل عندك كورونري انجيو كورونري باي باس. كورونري باي باس ان انا بدخل بشيل الشرايين واخد شريان مثلا او فين بين الفينز بتاعت الليب واستخدمهم كبديل للجزء النارود اللي موجود، ده الكورونري باي باس. السؤال اللي هنا بيتسال كام اس كيو، ايه هي الانديكيشنز بتاعت الكورونري باي باس؟ خلاص يبقى تاني الفكره عامه حاجه من الاثنين، العيان لو اتحسن على ميديكال تريتمنت خلاص بيكمل على ميديكال تريتمنت، او لو العيان فضل لسه عنده سيمتوماتايزنج بيجيله برضو اون اند اوف بين هو لسه ستيل على الميديكيشن، معناه ان العيان ده لازم يدخل في انترفينشن. الانترفينشن ممكن تكون حاجه ليس انفيزيف اللي هي البي سي اي او بريكتينوس كورونري انترفينشن، او يدخل في حاجه عمليه كبيره بقى واوبن هارت سيرجري اسمها كورونري باي باس. طب انا بحدد بايه؟ بحدد بناء على الكورونري انجن اللي عملت العيان، بعمل عندك كاستريزيشن. وبص الانديكيشن بقى اوف كارديو باي باس لازم اعرفهم زي اسمه. رقم واحد لو العيان ده عنده 3 فيسل ديزيز، 3 فيسل ديزيز يعني ايه؟ يعني انت عندك اكتر من 2 فيسلز في القلب. طبعا ادي البلد سبلاي بتاع القلب ده بدايه الليفت مين، والليفت مين بعد كده بيدينا الانتيريور ديسندنج او الاول بيبقى عندنا اللاد، وبعدين في عندنا برانش تاني طالع من الاول هو اسمه سيركمفلكس. اللاد نفسه او الليفت انتيريور ديسندنج بعد كده بيديني دايجونال. اوكي ده القصه بتاعت الليفت سايد او الليفت بلاد سبلاي اوف هارت.
الراي بلاد سبلاي هو الراي الكورونري ارتري، زي ما احنا شايفين الراي الكورونري بيفضل مكمل، ممكن بس يدينا ايه رايت مارجنال، بس هو بيفضل مكمل الراي الكورونري. في عندنا ليفت كورونري، في عندنا رايت كورونري. ليفت كورونري بيدينا لاد وسيركمفلكس، اللاد نفسه بيكمل انتيرو ديستندنج وانتيرو مارجنال، ده ليفت كورونري. الرايت كورونري بيكمل كرايت كورونري، ممكن يدينا ايه مارجنال ارتري. طب اهميه الكلام ده ليه؟ عشان خاطر انا ببص عليهم بالايمجنج، ابص زي ما احنا شايفين كده الشكل قدامي ده كده، بعمل ايمجنج ببص في عندي كام فيسل افكتد. لو عندي 3 فيسل افكتد يبقى ده على طول لازم يدخل جراحه، صعب ان انا اعمل له بي سي اي. او لا، لو انا عنده 2 فيسل وعنده سكر، يعني دول عندهم بروجنوز سيء مع البي سي اي، الافضل انك تدخله على طول تعمل له مين كابتش. يبقى لو 3 يدخل كابتش، لو 2 وسكر يدخل كابتش. الحاجه الثالثه لو مشكله في ال ام اي اللي هو الليفت مين، لو مشكله هنا كده في الليفت مين ده هاي ريسك، لو انت دخلت بي سي اي ممكن تديسلوج الثرومبس الموجوده او الثرومبس بريك الموجوده وتقفل في مكان ثاني، فهاي ريسك انك تعمل له انترفنشن. عشان كده يفضل تدخل على طول وتقطع الحته دي وتعمل له كابتش، بدل انديكيشن فور كابتش. زي ما قلت لكم ده مكان سؤال. يبقى اذا الكابج او كورونا ارتر باي باس جرافت او اوبن هارت سيرجري بتتعمل امتى؟ لو عنده 3 فيزل او 2 وسكر، او رقم 3 لو عنده مشكله فين في الام اي او الاف ام اي. البي سي اي يمكن التكنيك بتاع البي سي اي دلوقتي احسن شويه، هم كانوا قوي بيستخدموها في المور بروكسيم. لا ممكن دلوقتي حتى ممكن لغايه 2 ممكن اقدر اعملها، في يمكن حتى بعض السنترز ممكن يقدر يوصل ل3 ويعملوا حتى عليها بي سي اي وبتجيب نتائج كويسه. بس المهم بس نبقى عارفين ايه الستاندرد عندنا على قد مستوى الاندر جراد او البوست جراد، نبقى عارفين ايه هي الانديكيشن بتاعه الكابتش. خلاص يبقى احنا كده خلاص تقريبا خلصنا الكلام بتاعنا عن الستيبل انجينا. يتبقى ليا بس حته صغيره عن البرنزيميتال انجينا او بيسموها فاريانت انجينا. و تعالوا بس اسالكم سؤال كده، حد يعرف يعني ايه برنزيميتال؟ ممكن حد على الشات كده يقول لنا. برينزيميتال انجين يعني ايه؟ برينزيميتال انجين او يعني ايه برينزيميتال عامه؟ يعني محدش بيكلم اجاوبكم، ما بحبش كده الدنيا تبقى ساكته يعني اقوله حتى ولو بالغلط يعني. طيب البرينزيميتال انجين، البرينزيميتال ده اسم العالم اللي وصفه، يعني برينزيميتال عشان كده لو ابوستروف اس اوكي عشان برينزيميتال اسمها برينزيميتال انجين، ده اسم العالم اللي وصفها اوكي تقريبا في القرن العشرين تقريبا. عشان خاطر الفرق ما بينها وما بين التيبيكال انجينا اللي احنا قلنا عليها ان بيحصل تيبيكال تشست بين مع الستريس او مع الاكسرسايز. البريزيميتال انجينا لا، هي الباثولوجي بتاعها مختلف شويه، ده بيحصل فاسو سبازم الكورونري ارتري من غير البريسبيتيشن فاكتورز التقليديه بتاعت الانجينا، فهي كل الباثوجينيس اللي بيحصل فيها حصل فازو سبازم في الكورونري ارتري. فاذا برينزيميتال انجينا هي مشكلتها بس لما حصل فاسوس بازم على مستوى الارتري نفسه. ليها حاجه كاركترستيك على مستوى الاي سي جي، انك بتلاقي اي سي جي اس تي اليفيشن، بتلاقي اس تي اليفيشن. طب اس تي اليفيشن يخليني اشك في انها ام اي، عشان كده صعب قوي انك تفرق ما بينها وبين ام اي، لكن ممكن تفرق ما بينها في خلال انه الاي سي جي بتاعتها تبقى اقل في الديوريشن، فتره صغيره كده وترجع تاني وتعمل انزيمز وتلاقيها نورمال. يبقى ده الفرق ما بين البرينزيميتال انجينا او ما بين الام اي. اوكي يبقى ده الفرق ما بين البرينزيميتال انجينا وما بين الام اي. يبقى هي شبهها باثوجينيز بس بيحصل فاسو سبازم، لو عملت اي سي جي بتلاقي ستي اليفيشن، الفرق بينها وبين الام اي لو عملت انزيمز بتلاقيها نورمال. طب هاو تو ديل؟ بحلها بعالجها بفازو دايريتورز زي جليسرين وكالسيوم شانل بلوكر. يبقى فور تريتمنت جليسرين نفس جليسرين وكالسيوم شانل بلوكر، بس مهم الناحيتين دول النبي عشان خاطر يعمل لهم برضه كورونري انجن. ليه؟ لانه في نسبه كبيره منهم اصلا بيبقى عندهم اون توب كورونري ارتري ديزيز، هو ده اللي بيخليه يدخل في الاتاك بتاعت البرنسبيتال انجن. اوكي؟ كده تقريبا احنا خلصنا الكلام بتاعنا كله النهارده عن الاسكيميك هارت ديزيز. يبقى تاني تعالوا نلخص كده في 5 دقائق. احنا اتكلمنا عن الاسكيميك هارت ديزيز، قلنا ايه هي الريسك فاكتورز بتاعت الاسكيميك هارت ديزيز، وده كان بدايه الكلام بتاعنا. الريسك فاكتورز كان عندنا 6،
موديفايبل ونون موديفايبل. النون موديفايبل كان ايه؟ الجوستكس. الموديفايبل اهم واحد كان الموديل. بعد كده عندنا هايبرتنشن، هايبرجلوبيا ودايبيتس. اتكلم عن الدياجنوست. عرفنا الدياجنوست كان از كلينيكال دياجنوست من خلال البين كاركترستيك نفسه، وازاي بعرف فرق بين الستيبل والانستيبل انجينا. قلنا الانستيبل ثلاث حاجات: اول مره ات ريست، او لو هي انكريزنج فريكونسي او في ديوريشن تو كريشندو. بعد كده اتكلم عن الانفستيجيشن، وقلنا انه اهم انفستيجيشن تول ببدا بيها هو الاي سي جي. طبعا طلع طبيعي بدور بعد كده على اذر تولز زي الاستريس اي سي جي وزي الام بي اي وسي تي كورونري انجيو وكورونري انجيو. بعد كده اتكلمنا عن علاج الستيبل انجينا. الستيبل انجينا بعلاجها رقم واحد نيتريتس. معلش في حد يعني ايه تقريبا لسه كده فتح الصوت لا عم يدخل عم يحصل. اعتقد مش عارف اصلا مين بصراحه المظبوط، فلو حد بس يعني فتح الصوت يقفله. طيب المانجمنت اوف ستيبل انجين زي ما احنا قلنا رقم واحد في المانجمنت هو النيتريتس، رقم اثنين بيتا بلوكر بلس اور ماينس نون هيدروبريدين كالسيوم بلوكر. لكن لو ما ينفعش ادي بيتا بلوكر بدي نون هيدروبريدين كالسيوم بلوكر. وما تنسوش اهم دواء بيأثرت المورتاليتي في الستيبل انجين هو الاسبرين معاه الكلوبيدوجرام. اوكي ما بديش طبعا الاثنين مع بعض، هم واحد من الاثنين بيأثرت المورتاليتي ودي اهم ادويه. بعد كده كريت على الانستيبل انجين هاو تو ديم هوسبيتاليزيشن البين والاكسجين. وبعد كده في عندنا ثلاث ادويه مهمين: الانتي بليتلت، الانتي كواجلانت، والنيتروجليسرين نيتريتس. الانتي كواجلانت هو ده اهم واحد لان ده مكان ام اس كيو. وبعد كده بقيت الستاندرد تريتمنت عادي خالص فول اب عند دوت من خلال الايس والبيتا بلوكر. وما تنسوش طبعا الستاتين اند كنترول اوف ريسك فاكتورز. يعني مهم جدا جدا ان احنا برضو بدل عين دوت ستاتين عشان خاطر كنترول الهايبرليبيديميا وكنترول اذر ريسك فاكتورز ان وجدت الهايبرتنشن يبقى تصلح نعالجه دايبيتس اعلى. اتكلمنا عن الكورونري انجيو، اتكلمنا عن الانترفنشن حاجه من الاثنين يا اما البي سي اي او بيركتينس كورونري انترفنشن او كورونري باي باس. عرفت امتى بعملهم؟ اعملهم لو العين دوت ماشي على الميديكال تريتمنت ولسه ما حصلش استجابه عليه. اوكي يبقى لا ساعتها بدخل في الانترفنشن حاجه من الاثنين، يا اما تكون مينيمال انترفنشن زي البي سي اي او ندخل بكابج عمليه كبيره واغير فيها الجزء المفروض من الشريان. الانديكيشن بتاع كابج ثلاثه او اثنين وسكر او الليفتمين عارفهم زي ما هم كده. اخر حاجه خاصه كان على بنزيميت الانجينا هي ام اس كيو. اللي بيجي فيها ام اس كيو هو التريتمنت. التريتمنت بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى نيتريتس او كالسيوم شانل بلوكر. ده خلصنا حضرتك النهارده بالتوفيق ان شاء الله سبحانه وتعالى. لو حد ليه عنده اي استفسار ممكن حتى يبعته لي او هيبقى على الدسكشن بورد الموجود عندنا. ممكن بس كده حتى عندكم يعني خمس دقائق لو حد ليه اي سؤال انا تحت امر فيه. طيب في سؤال مفيش اسئله تقريبا. حد عنده اي سؤال يا جماعه في اللي احنا شرحناه؟ دكاتره كله تمام الحمد لله. حد بدا يسال مريض الان ستيبل انجينا بديله انتي كواجلانت مده ايه والجرعه؟ الجرعه طبعا بتبقى جرعه ثيرابيتك انتي كواجلانت. طبعا احنا بندي مثلا نتكلم عن اللون ميكرو بيت هيبرين فتبقى مثلا 1 مللي بير كي جي بي اي دي. خلاص انت بتتكلم عن هيبرين بتديله هيبرين على حسب البروتوكول اللي بديه. في عندنا حاجه اسمها في الهيبرين الهاي ريسك بروتوكول واللو ريسك بروتوكول. عامه ببدا في الهيبرين لودنج مثلا بحوالي 5000 او 8000 يونت بير كي جي، وبعد كده بمشي بعد كده هيبرين انفيوجن. اوكي ده بالنسبه للدوز بتاعتنا. هاو لونج؟ لا بديه لغايه لما يكنترول البين نفسه تماما، لغايه ما اتاكد خالص انه حصل كنترول اوف ذس بين. ممكن يقعد يوم او يومين او ثلاثه حتى يمشي على الانتي كواجيليشن لغايه لما اتاكد انه خلاص وعدى من التجريد. حد ليه سؤال؟ دكاترة كله تمام الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. غالبا المحاضره برضه هتنزل يوم الاحد ان شاء الله على الويب سايت وهنبعت لكم اللينك بتاعها باذن الله. توفيق لكم جميعا وربنا معكم ان شاء الله. السلام عليكم.